حتى نخفف الحمل على كاهل المواطن بقضاء ابو غريب، ونشيل عنا هاي اللود اللي يصير عليه حضوره من ابو غريب لبغداد لمراجعه الدوائر. ارتئينا انه نسوي مجمع حكومي خلف البلديه، عندنا قطعه ارض تابعه للبلديه، مجمع حكومي جمعنا بيه دوائر الحكوميه كلها. فبنينا سبدينا ان شاء الله باربع بنايات، اللي هي بنايه البطاقه الوطنيه الموحده. ممتاز. وبنايه جوازات موجوده عندنا. ان شاء الله يعني نسبه الانجاز بهاي الابنيه 75%، وعندنا بنايه تسجيل عقاري راح تصير كل زين. غير قديما كانت عندنا بنايه تسجيل عقاري لكن متهالكه، راح تصير عندنا بنايه جديده، وعندنا بنايه للضريبه هسه ذنبنا بها. بنينا بنايه للقسم البلدي، لانه ابو غريب مثل ما قلت لك انا قبل شويه قضاء كبير، عندنا حي الشهداء الوحده يراد له قسم بلدي، فارتئينا انه نسوي قسم بلدي اسمه حي الشهداء. حلو. بنينا نسبه الانجاز ب 75، هذا يكون خاص على هذه المنطقه، لانه بصراحه المنطقه منها قد ما كبيره، حي الشهداء الوحده يعادل ناحيه كامله. ايش قد العدد النسمات؟ يعني نسمات كاحصاء دقيق ما عندي، بس يعني اكثر من 70,000. تقريبا. 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 ممتاز. هسه عندنا بنايه للضريبه الجديده بنيناها، وان شاء الله نسبه الانجاز بها وصلت 25. زين، عمل باشرين بي يعني يستمر ولا متوقف؟ لا، العمل مستمر بهاي الابنيه، لا اقول لك وصلت 75 الى 80%. انت كمهندس يعني؟ ان شاء الله يعني شهر شهر ونص احتمال يكمل. ما شاء الله، جيد. ان شاء الله. جيد.